الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الأكملان أشرف يمين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، لا يزال الناس أيها الكرام الفضلاء يعانون من كثير من المتاعب ومن كثير من الضنك والتعب، وهذا إنما مرده هو البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربما يظن الناس أن المعيشة الضنك هو المقصود بها الفقر، ليس الأمر كذلك، إنما المعيشة الضنك هو أن الإنسان يضيق عليه في نفسه وفي مذاهبه، وإن كان غنيا موسرا. تجد بعض الناس يقول وفي حالة مالية طيبة يقول: أنا ما أنام إلا بالمهدئات. وأحد الناس قبل بضعة أيام يقول: أنا طول الليل ما أنام، ما يجيني نوم، ما أقدر أنام، في أرق دائم إلى أن يطلع الفجر. وفي حالة طيبة يملك سيارة موديل السنة ودارا وعقارا وراتبا ومالا، ما عنده مشكلة. لكن لما يأتي الإنسان يتفقد قلبه يجد أنه هو بعيد عن ذكر الله عز وجل. ومن أدل الأمثلة على ذلك ذكر سهل جدا، وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تجد أن بعض الناس حتى إذا ذكر عنده النبي ما يقول عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. وفي السلسلة الصحيحة وعند الحاكم وغيرهما صعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة فقال: آمين آمين آمين. تعجب الصحابة، وكان منبره 3 درجات، يعني قالوا أنك أنت كل مرة تصعد، يعني ما في قبل ذلك إلا هذه المرة، وأنت تقول آمين في كل درج، آمين آمين. قال: أتاني جبريل، وهذا الحديث الوحيد الذي فيه جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، حديث عظيم. قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال: قلت آمين. يأتيه رمضان الذي هو شهر التوبة والعبادة والصيام، وهو ما زال باقيا على غيه عافنا الله وإياكم. قال: ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه ولم يغفر له، قل آمين. قال: قلت آمين. الوالدان أوسط أبواب الجنة وأوسط الشيء أرفعه، فتجده والعياذ بالله عاقا لوالديه، يتأفف عليهم، يتصل بي: يا ولدي رسل، يا أبوي ما عندنا فلوس، الحالة صعبة وكذا. يا أخي، أما علمت أن بكثرة إنفاقك على والديك يضاعف الله لك المال؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال أهل العلم: الخلف مضمون، لأن الله هو الذي تكفل به، لكن ما هو الغير مضمون؟ أنك أنت إيش؟ أنك تنفق، تخرج هذا المال، هذا هو الغير مضمون. لأن الإنسان جبل على البخل والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. طيب، وش الفرق بين البخل والشح؟ قالوا: البخل هو الإنسان يضن بماله، والشح يضن بماله ويمنع غيره من الخير. يجي إنسان يريد ينفق يقول له: لا 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 ما يحتاج. من قال لك إن هذا محتاج؟ هذا ترى كذاب. ولذلك الشح ربط بإيش؟ بالنفس. تأمل القرآن: وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه.
لأن الشحيح يدل على نفس خبيثة عافانا الله وإياكم، نفس غير جيدة غير محبة للخير، فهو يمنع الخير عن نفسه ويمنع غيره من فعل إيش؟ من فعل الخير. إذا كنت كذلك تب إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند المنذري وغيره قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأعظم الرحم مين؟ والدك. فلذلك أخي الحبيب، عن أبي هريرة عند الطبراني وذكره المنذري في الترغيب والترهيب: إذا وضع الإنسان في قبره، في حديث طويل، قال: فيأتيه أي العذاب من قبل رأسه فيقول القرآن: ليس لكم منها هنا. القرآن اللي هو كان في حياته يكثر من تلاوته. قال: فيأتيه من قبل يديه فتمنعه الصدقة. تقول: لا لا لا، ما لك من هنا. قال: فيأتيه من قبل رجليه فيمنعه مشيه إلى المساجد. جيتكم هنا، هذه مكتوبة مخبوءة مدخرة لكم عند الله عز وجل. لا تحسب أنك أنت جاي هنا مجانا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيتي ثم أتى المسجد، صلاة الجماعة، كان كأجر الحاج المحرم. كل ما تتوضأ وتيجي هنا كأنك لك أجر الحاج المحرم. إذن كم مرة بتيجي المسجد أنت في اليوم في المفروضة؟ 5 مرات، 5 حجج أقل شيء. ومن جلس إلى الإشراق وصلى، من حديث أبي هريرة عند الترمذي، كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة. كده كده بقيت في اليوم عندك كم حجة؟ 6 حجج و 6 حجج وعمرة. وإذا حضرت مجلس علم كما عند الطبراني أيضا له أجر الحاج، تام حجه. يبقى كده في اليوم بتجمع لك على الأقل كم حجة؟ 7 حجج. كيف تزيد عمرك؟ سبحان الله، عدها واجتهد فيها ولا تضيعها. مسكين هذا اللي جالس في البيت يصلي ما يترك الجماعة. الجماعة ليست بواجبة. ومين قال لك يا عزير يا ابن كسير يا من ليس فيك خير؟ مين قال لك يا هبنق يا عشنق؟ ضحكوا عليه خدعوك فقالوا: والله لو ما يكفي إلا الأجر الذي فيها لنأتين إليها. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى الصلوات بالنور التام يوم القيامة. لا إله إلا الله، نورهم يسعى بين أيديهم. الناس في الظلمة وانت ماشي فين؟ وانت ماشي في النور. جيت المسجد للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأتى المسجد للصلاة فله بكل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لا إله إلا الله، عد خطواتك. لكن من البدع أنك تقارب بينها. لا، خلك بنفس خطوتك الإيش؟ العادية، وعد خطواتك. سبحان الله، كل خطوة تحط خطيئة والثانية ترفع درجة. الدرجة اللي ترفع لك فين؟ هناك عند الترمذي حديث أبي هريرة: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه فضيلة حفظ القرآن، لأن القراءة هناك غيبا وليست من إيش؟ من مصحف. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول. قال: كذلك الوضوء يمحو الخطايا. لا إله. لا تحسبون جيتكم هنا يا أخوان مجانا، اللي جالس من خويانكم هناك في الغرفة ولا في العزبة وما يجي. لا، انصحوه، قل له: تعال، أنت فين يا رجل؟ أين أنت من هذه الأجور العظيمة التي أنت غائب عنها، مضيعها مع ماتش كورة ولا مع برنامج ولا مع مشاهدة ما لا يليق بالمسلم أن يشاهده؟
أجور عظيمة أنت الآن فيها وهو لا يدري عنها مسكين. والله لا يحتاج المسلم منا إلى حسنة واحدة تثقل الميزان يوم القيامة. عند الطبراني في حديث البطاقة أن رجلاً جيء به يوم الحساب، قال الله عز وجل: احضر وزنك يا عبدي، روح هناك عند الميزان، فإذا بسجلات مد البصر كلها غدرات وفجرات. الله يسرنا وإياكم، يجعل تحت الستر ما يحب، كلها غدرات وفجرات. فظن الرجل أنه هالك لا محالة، فقيل له: عندك بطاقة؟ لك عندنا بطاقة؟ قال: يا رب البطاقة كرت، يعني بطاقة وش في الميزان هذا لكل سجلات؟ فأخرجت البطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة فطاشت بهن لا إله إلا الله. فضل التوحيد، لكن مش لا إله الله تقول لبقى يا سيدي مرسى أبو العباس الدين يا سيدي القناوي، لا يا حبيبي، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العلم والانقياد واليقين والقبول، فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. لا إله إلا الله يعني لا يدعى غير الله تبارك وتعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا صاحب قبة ولا صاحب ضريح أبدا. قال ربكم ادعوني أنا بس، تدعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد كما نقل ابن جرير، قال: يقرون بإلهيته ويشركون معه في عبادته وتوحيده غيره. إذن هذا ناقد من نواقض إيش؟ ناقد من نواقض التوحيد. انتبه أخي الحبيب الغالي، لا تترك مثل هذه الأمور العظيمة، ولا تتركون الصلوات أبدا، واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع تشيد وتبنى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك النبي عند مسلم كان يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب، صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبي، وفي رواية: قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي، وفي رواية: قلوبنا على طاعتك. إن من أعظم الناس من ترد أن قلبه معلق في المسجد، لأنه يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. من حديث ابن عمر في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمسجد. الله أكبر، مثل المروحة، مثل السرية هذه، مثل اللمبة، يعني معلق قلبه ما يقدر يبعد عن المسجد، إذا اقترب وقت الصلاة يرفرف قلبه ويرفرف بجناحين كطير بلله القطر. ناحت بقربي حمامة: أيا جارة لو تعلمين بحالي. هذا حال المحبين للبشر فيما بينهم، فما بالك بحال المحبين لرب البشر تبارك وتعالى، يحبهم ويحبونه. الله أكبر، وصلت للمرحلة هذه أخي الحبيب؟ تأملت الآية هذه وأنت تقرأها: يحبهم ويحبونه، تعرف إيش هو عربون المحبة؟ أن الله عز وجل ينادي في ملائكة السماء، ينادي جبريل الأول يقول له: إن أنا أحب فلان. هذا جبريل ينادي ملائكة السماء: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. مين؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، كل الملائكة حبه. ثم يوضع له القبول فين؟ يوضع له القبول في الأرض. وهذاك المسكين راعي المعاصي الله يعافينا وياك، الذي هو في ضنك وفي بلاء شديد وفي أمر مريب، يبغضه الله وينادي جبريل يبغضه، بعد ما يكون ثم توضع له البغضاء فين؟ في الأرض. اللي يشوف يقول لك: أعوذ بالله، اصطبحنا أبو الشمين النهر. موضوع له حتى وإن نافقه الناس، لكن في داخلهم إيش؟ يبغضونه، يتمنون أن يزول وينتهي، فكر منه هذا، أعوذ بالله منه هذا. فهل تأملت إن الله عز وجل يحبك تبارك وتعالى فتسعى إلى محاب الله عز وجل؟ كما قال ابن الجوزي رحمه الله
في بستان الواعظين، وكذا ابن القيم وغيرهما قال: إن الله عز وجل إذا أردت أن تحبه وسع لك كل شيء وأعانك على أمورك. ولذلك يقول سفيان: كان السلف يرسلون لبعضهم يتواصون بثلاث كلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن جعل الآخرة همه كفاه الله دنيا. لا تشيل هم المال ونفوك ولا الفلوس ولا الإيجار من وين أجيبه، لا تشيل هم هذا، شيل هم الجنة والنار الله يرضى عليك. لأن الله عز وجل من حديث ابن مسعود عند مسلم: كتب لك الرزق وأنت في بطن أمك وعمرك 120 يوما قبل أن تخرج لهذه الحياة. ارتاح، ريح نفسك، لكن الجنة والنار أنت منك عارفها، فاجتهد إليها. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك لما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أختم لكم بهذا الحديث وهذا الدعاء: من دعا به حمد الله بجميع محامد خلقه. كم مليار الخلق؟ كم مليار؟ 10 20 7 8. إذا قلت الدعاء هذا حمدت الله بجميع محامد العالم كله. طيب، هذا فضل هذا الدعاء. طيب، موعده أنت وجاي تنام، فك أنا بقى من فيسبوك ويلعنوك فيسبوك وتويتر، وريح نفسك الله يرضى عليك، يعني هذا خليه ارتاح شوية، تعبت الاس تي سي، تعبت الباقات كلها الله يرضى عليك، طفشت الناس، ارحموا شوية، هادي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وانت نايم هو على صدرك، بينما القرآن بينك وبين ما بين السماء والأرض، ما تقبل على الختم إلا في رمضان، لكن تقدر في يوم ما تغردش ولا بيمينك يا حبيبي، اشرب بيمينك، تقدر في يوم ما تنزلكش بوست على الفويس، ما تقدر ابدا. وكل ما انت حتى في المسجد، ها مين ارسل حتى في المسجد يدور على الواتساب والواتس اللي ايد اليتيم، هو جالس هنا معانا وجالس يبحث ويدور، لا حول ولا قوه. المحروم من حرم، يقول الشيخ الخضير، المحروم من حرم، الله عافينا، الله لا يحرمنا وياك. اذا وقته انت وجاي تنام، فضله حمدت الله بجميع محامد العالم كله. تخريجه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعب الإيمان، وصحه العلامة الألباني في السلسلة الجامع، يعني حديث إيش؟ صحيح. وأصله عند مسلم من حديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يؤوي إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. 5 كلمات في النهاية دعاء: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ومن علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. 6 كلمات تقوله تيتنام من أذكار النوم، فمن قال ذلك فقد حمد الله بجميع محامد خلقه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وقدنا وقنا لبر والتقوى، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد غربتنا واغسل حوبتنا واجمعنا بأهلينا على خير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اقض حوائجنا واغفر ذنوبنا، واجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك، واجعلنا بآبائنا بارين وبأبنائنا راعين ولديننا وصلواتنا محافظين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على مصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم ما لاح قمري أو رفعه.